طيب ازياء ادوارهم. فاهلا وسهلا فيكم، بونجور، بما انه الاثنين فرنساوي من اول لهم نص ساعه قدامي يتكلموا فرنساوي، انا بحاول افهم ايش بيقولوا، بس كان حلو، شكلكم ظريف كيوت. ميمي انت عارفه ياسمينه لها ادوار كثيره، ودوبا كانت بتتكلم كيف هي تجربتها مع الفاشن وكيف اختيار الملابس. بس انت كخبيره ميمي، اول شيء قولي ايش اهم شيء الواحد لازم يعرفه خلف الكواليس، ايش يصير مع الكاركترز عشان تنقي لهم اللوك؟ هلا مثل ما قلتي اكيد المخرج والبروديوسرز الكاتب والحوار كله له أهمية، ولكن أنا بعتبر الكوستيوم ديزاينر أو الستايلست اللي عم يهتم هن الجنود المجهولين وراء الكواليس، لأنه هن بالآخر حيجمعوا رؤية المخرج، رؤية الإنتاج، يقدروا يطلعوا على الواقع الشخصية. يعني مجرد الممثل، قولي لي إذا صح ولا غلط، لبس الملابس لبس الملابس اوتوماتيكلي هيدا الدور، بتعرفي اذا نجحتي ولا لا، اذا هالممثل اوتوماتيك بس لبس التياب مزبوط، صار بتحسي كده ياسمين الكاركتر الشخصيه اللي بده يلعبها. ولانه الملابس قد ايه عندها اهميه، لانه هي اول شيء الناس حتشوفه قبل بركي ما ينطق الممثل، الملابس حتحكي عنه، عن وضعه الاجتماعي، عن نفسيته. يعني نحن بنلعب دور الطبيب النفسي، عالم الاجتماع، الباحث التاريخي، لانه اذا كان يتحقق بمعينه بدنا نشوف شو كان دارج بهالفقره، شو بهال يعني صح يعني لي ريسيرش كبير يعني اكزاكتلي، وبدك تتماشى انت شو عم تختاري مع رؤيه كل الفريق الاخر. وبالتالي لما بتدرسي، يعني انا بتاخذ السكريبت بتفككي بتشوفي كل شخصيه شو بدها، ولكن ممكن الشخصيات خلال السيري تتحول صح. يعني تكون من محل كمان الملابس بدها تلحق، وبدك تقسمي كل سين لحالها تشوفي كم اوتفيت بدها تكون محطتيهم، وكمان تعملي مود بورد تعرضيه على الفريق لحتى تشوفي اذا التوجه اللي انت شفتيه هو بيطابق النظره اللي هن عندهم اياها، لحتى بالاخر نوصل لصوره كامله متكامله مع طبعا موافقه الممثلين، لانه بيقدروا ما يكونوا مرتاحين. لسه كنت بقول ياسمينة، انت عاده يعني ايش دورك في هذا؟ يعني شوف قد ايش شغل بيحطوا الستايلست عشان يطلع الدور بشكل المناسب، بس انت فين بتحبي تتدخلي؟ يعني هل قد ايش بتحب تحطي يور انبوت؟ ايش تجربتك مع هذا الشيء؟ هو طبعا المفروض يعني بتبقى لو في اي تعليق تتعامل طبعا بسنسيتيفيتي معينه، لان انا يعني لما بمثل ده غير مثلا ابقى بشتغل مع ستايلست لايفنت، يبقى دي انا بطلع بالبيرسونا بتاعتي بالشخصيه بتاعتي، فلازم اللبس بيبقى يعني ماتشنج بالظبط. في التمثيل او في الشغل يعني الفني عامه، في ناس ما بيقبلوش خالص انك تقولي يعني تغيري حاجة، ممكن طبعا تقولي رأيك، ده الانفايرمنت اللي بيبقى صحي انك تقولي رأيك وده يبقى مقبول، بس ساعات برضو انت بتبقي الكانفاس. يعني في ناس برضو زي ما كنت بتقولي انه صعب هذا الشيء صح؟ يعني كيف ساعات ممكن يكون صعب، ولا انتوا بالنسبة لكم في التمثيل يعني شيء عادي؟ انا يعني حسب طبعا الشخصية، لو الشخصية قريبة مني يبقى يمكن يبقى في سنسيتيفيتي يعني شوية بالظبط، بس لو حاجة مختلفة عني تماما يبقى انا يعني ام فيري اوبن ان يكون اللبس مختلف تماما. هو هذا الشيء اساسي كثير بالزبط. لانه حتقدري تجسدي شخصيه اللي موجوده بالسينما. وهنا يمكن ياخذنا للسؤال ميمي، انه كيف تقدري تقنعي ممثل او ممثله انه يقتنعوا بهذا الزي او هلا اكيد بتاخذي بعين الاعتبار بالاخير جسمهم، لون بشرتهم، بناخذ بعين الاعتبار الست اي الوان موجوده، عمرهم كمان طبعا العمر. دورهم يعني هل هن حيكونوا عم يلعبوا دور شرير، دور حدا جنرس، حدا بسيط، حدا انسنت، يو نو، كل هدول بناخذ، لانه كمان بتاثر على اللون يلي بدك تلبسيها، على نوعيه القماش، يو نو، على الجسم. سو لما منجيب قطعه مش رح منجيب نحن قطعه وحده، منجيب كذا قطعه لكل مشهد، والممثل او الممثله حيجربوا هالملابس ويلي بيرتاحوا فيها كمان، لانه هن بدهم يتحركوا، بدهم كمان يكونوا مرتاحين، ولكن بنضلنا بهالخيارات، بنضلنا بنصب بالخط يلي مرسوم لهالشخصيه ويلي كل هالتفاصيل تتناسب معه. ولكن كمان في بالنسبه لقصه لهالملابس قد بدي بس كمان القي الضوء على شيء كثير مهم،
في دراسة عملت من شركة ليست اللي هي أخذت 100 مليون شخص عملت عليهم الدراسة وشافوا أنه كان بالماضي كانت السينما الناس تستوحي منها للستايل والملابس ولكن من بعد كوفيد مع كثرة المسلسلات والناس قاعدة بالبيت عم تحضر المسلسلات صاروا المسلسلات هي اللي عم بتخلي الناس تستوحي وبالتالي صاروا العلامات التجارية الكبرى تستثمر بهالمسلسلات لحتى تعطي يكون عندها اكسبوجر والملفت كمان انه مش بالضرورة الترندز اللي عم تاخديهم من المسلسلات هي بالضرورة يلي بتكون على منصات الموضة يعني عم يخلقوا مود حسب كل مسلسل حقبته الستايل تبعه قصته وعم بيستوحوا منها وعم بيشوفوا المبيعات عم عم بتروح حسب شو هالمسلسلات عم تعطي. ياسمين هل تحسي حطيتي في موقف لما الازياء كانت مو كثير حبتها وحسيت انها اثرت على يمكن مودك على طاقتك او حتى على ادائك في التمثيل؟ في التمثيل يعني في ناس طبعا في ممثلين بيبقوا سندين على فكره الكوستيوم يعني انه ده اللي بجد هيخليني اخش في الشخصيه واتقمص الشخصيه بشكل متكامل وهذا شيء كثير مهم طبعا مهم جدا انا من الناس بيبقى في اليمنتس معينه يعني انا مثلا دايما بقول انا الروائح بالنسبه لي حاجه مهمه جدا الروائح انا فكل شخصيه بيبقى ليها ريحه بيبقى ليها بارفان فانا لما بحط البارفان بتاعي الشخصي بفتكر انا الميموريز بتاعتي انا شخصيتي انا كياسمينة فالموضوع بيكون غريب فانا دي برضو حاجات بتساعد الكوستيومينج في التمثيل بحاول على قد ما اقدر انا كده كده انا مش بمثلني فانا لو ده اللبس ده اللبس ف يعني في الايفنتات الحاجات اللي انا بطلع بيها انا كشخصيتي حبيت البرفان شوف قد ايش تاثير البرفان على الميموري اعمل الحواس كلها لحتى هو حتى لما بتفكروا هي الروائح بتبقى دايما لينكت للذكريات يعني مثلا سفريه انا يعني حبيتها جدا وكان في يعني ات واز لافلي تايم بفتكر بقى ريحه الاوتيل او ريحه المطعم اللي انا روحته حاجات كده فبتبقى مربوطه ب وساره كمان بدي اقول شغله كمان كتير مهمة كمان بيكون في بادجت هو أكيد كل شيء في الحياة لازم الكوستيوم ديزاينر بهالإطار كمان ينتبه على البادجت وتقدر يكون عندها هي كونتاكتس مع محلات مع ديزاينرز لحتى تقدر تسير الأمور والشيء اللي بياخد كتير وقت إنه بدها تكون موجودة مع فريقة كل الوقت من وقتها من قبل ما يكونوا بدهم عم يبلشوا التصوير لاخر سين عم بيصوروها لانه ما بتعرفي امتى بيصير في حادث هن عم بيصوروا شربوا شيء وقعوا شيء في شيء اضطر بدهم يضطروا يرجعوا يخيطوه تعديلات الى اخره بتصير اون سيت بتعرفي اوقات اقول يمكن ياسمين قولي لي اذا هذا صح ولا لا بس مثلا اوقات لما اتفرج مسلسل اقول يا الله الممثل انه اوكي الفاشن ممكن يمشي بس لو شعر وميك اب كيف تتعاملوا مع الموضوع يعني تخيل مثلا احد قال لك انه ابغاكي في دور بس تقصي شعرك ولد مثلا وتصبغيه اشقر وتحطي مثلا ما اعرف ميك اب غوث ولا يعني اسود لبستك اسود وهذا الستايل يعني بصي هو في بوريك يعني يمكن ما اعرفش انا طبعا في المستقبل هبقى عامله ازاي بس يعني انا لغايه دلوقتي بحس انه لانه احس تحدي اكبر من الفاشن بيبقى تحدي اكيد وبعدين نفسيه الممثل هو احنا مش هنمثل نفس الدور طول حياتنا صح فهي بتبقى صح يعني وقت محدد بنشتغل فيه هو شغل فبيبقى فيه وطبعا حسب الظروف وحسب البرودكشن وحسب الدور وحسب كل حاجه بس بحس انه يعني انا مثلا الميك اب يعني طبعا كله اجان حسب الدور ما بقلقش منه قوي انا برضو بيرفكشن شويه في الميك اب انا بحب احط لنفسي يعني بس الميك اب هو بتابع للدور للشخصيه لابس يعني حتى أكيد. يعني الكوستيوم ديزاينر كمان بده يدخل في الميك اب حتى اذا هيدا اللوك عملناه حتى اوقات ممكن يطلبوا من الشخصيه انه تدخل صح بالضبط ما انا كنت لسه اقول هذه قويه صراحه بيكون هو اكتر بتبقى حاجه منتلي بتبقى حاجه بنعملها من جوه اللي من بره ده يعني حسب طبعا الممثل انا اوكي فتفصل كتير صح بالضبط انا البروسيس بتاعي انا بعمل ايه انا تحليل الشخصيه عامله ازاي انا حتى هتقمص الشخصيه دي هتحاول ازاي فهي دي بالنسبه لي اهم حاجه الحاجات دي بتبقى ديتيلز فبيبقى في ناس بالنسبه لهم دي اكتر حاجه دي الاولى بالنسبه لهم وناس تانية الشغل اللي بيكون داخلي بالضبط ما ننسى كمان بعد في شغله على قصة
قصه الاكسسوارات قد ايه كمان بتاثر. يعني في مثلا بتقدري تكوني حطيتي قلاده لشخص معين لانه عندها ريفرنس بالسكريبت، بتخلي انه بتصير مش من الاول بتعرفي ليه ليه كل الوقت لابسه هالشيء، ولكن بعدين مع الوقت بالقصه بتعرفي انه هالشغله لها معنى، عندها معنى بخلال. يعني حتى الاكسسوارات بتاخذ ناخذها بعين الاعتبار، كل التفاصيل، نوع الحذاء، اذا حدا جاي من باك جراوند ما كتير قادر يدفع، يعني حتى بدك تفكري انه اوكي هذا الشخص قد ايه ممكن يكون مدخوله حتى بده يلبس هالشيء. طب ميمي، من كل او حتى انت ياسمين، من المسلسلات اللي قاعدين نشوفها على شاهد، ايش اكثر مسلسل تحسي اثر على الفاشن حاليا؟ ما رح اقول هلا حاليا، بس انا بتذكر لما عملت عروس، ما تحسي معتصم منهار؟ معلش، بس انا تقلي لانه على قصه لانه كثير اجاني كومنتس على وقت عملت عروس بيروت، كل الناس صاروا يقولوا لي خليتينا نرجع نحب البوهو ستايل لما كانت عم تلبس كارمن كل يو نو اول ذيز دريسز، لانه هي كان هيدا الكاركتر تبعها. وكمان في شغله كثير مهمه، لما تتغير الشخصيه بالدور تبعها قد ايه كمان بدي اسالك لك قد ايه انت قادره مثلا تروحي عند الحلاق لحتى فور اني ريزنز، يعني يتغير لون شعرك، لا انسى بركي ما بتزبط البيروك، يعني قديش فلكسبل. يعني انا مثلا تقلا قعدت معي 4 ساعات عند الحلاق لغيرت لها ستايل من الاول لصوب اخر اند ذن ولا كلمه، يعني شي واز هابي تو دو ذات. هو طبعا الممثل لازم يبقى فلكسبل، هو احنا بنبقى كانفاس، احنا دورنا ان احنا نمثل exactly. فاحنا بنفصل شخصيه واللي بيساعدونا ان احنا نفصل الشخصيه كل بقى الهيدز اوف افري ديبارتمنت، فمهم قوي ان نبقى فلكسيبل بحيث ان احنا نبقى نعمل اللي علينا ونبقى عملنا شغلنا كونتراكتشولي اوبليجيتد تو دو اور ورك اكسكيوز مي. ففي الحته دي، بس برضو من غير ما نكسر حاجز ان احنا برضو نفسيتنا تتاثر، بس ات ذا اند اوف ذا داي مهم قوي ان احنا نعرف انا دلوقتي انا دوري ايه في الموضوع ده، انا دوري ايه. فممكن جدا انا كمان شويه اقول لا انا لو الدور ده يعني اكسكيوز مي لو ستيفن سبيلبرغ بقى وحاجات، يعني ات ديبندز اون ذا بروجكت، ديبندز الكاركتر انت يعني فيري بروفيشنال ها هيك 18 ييرز بروفيشنال. والله برافو عليكي الصراحه، باي ذا واي اذا ميمي قالت انا امبرست يعني والله لا والله برافو عليكي، ونتمنى لك كل التوفيق حبيبتي، وان شاء الله تجيكي ادوار اكبر واكبر ونشوفك كده في المسلسلات.